مهما نظرت إلى المآذن واجما ورجوت ربك أن يجيب تضرعا وبكيت ضرا من زمان يلتوي فرأيت سوءا من صديق أوجع ومضى اللئيم بلومه وجحوده ولكم تملق في الوصال ليصرع والكون ضاق على النفوس وأظلمت تلك الحياة وقد أقضت مضجعت وتسكرت كل الفجاج وأوصدت والأرض ماجت من مصاب جرعت وتنكرت دنيا المشقة بعدما جاء الهلاك بجيشه كي يقمعك مهما نظرت إلى المآذن واجما ورجوت ربك أن يجيب تضرعا وبكيت ضرا من زمان يلتوي فرأيت سوءا من صديق أوجع لا تجزعن من الحياة بأسرها واركض لرب كي يكفكف أدمعك فلو اطلعت على المخبأ لحظة أيقنت ربا يبتليك ليرفعك دع عنك سؤلا للخلائق كلها واجأر لرب قد هداك ومتعك إن كان ربي قد أجاب مضللا حاشا الرحيم بلطفه أن يقطعك مهما نظرت إلى المآذن واجما ورجوت ربك أن يجيب تضرعا وبكيت ضرا من زمان يلتوي فرأيت سوءا من صديق أوجع لا يشقينك وحشة أو حسرة ودع الهموم لمن براك وأسمعك إن كنت أعرج في المسير لربنا فاربأ بنفسك أن تحيد فتخدعك قسما وربي واليقين بضاعتي ما غير ربي من يؤمن مفزعك فارجو الإله بذلة وتضرع واصدح بضرك من يغيث تفجعك
يأتي الغياث لما سألت وفوقه كرم تدفق من إله أبدى. مهما نظرت إلى المآذن واجما ورجوت ربك أن يجيب تضرعا وبكيت ضمرا من زمان يلتوي فرأيت سوءا من صديق أوجعا